أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن علماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا بطريقة الشرفية العالية قدس الله تعالى روحهم الزكية ونور الله تعالى فرحتهم المباركة وأعاد الله تعالى علينا ببركاتهم وفي رضاهم دائما والحمد لله رب العالمين الفاتحة. آمين. وكن جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوق على هذه النية الفاتحة. الفاتحة واصلة الى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومشايخنا العظام الفخام الفاتحة. ولجميع موتانا وموتى المسلمين وأموات المسلمين الفاتحة. وعلى نية القبول الفاتحة. وعلى نية التوبة النصوحة يا ربي يا الله والمغفرة التامة يا ربي المرجع حبيبك المصطفى الفاتحة. وعلى نية الملائكة يستغفرون لنا يا ربنا يا الله وتكتب لنا في صحائفنا الفاتحة. وأن تكتب لنا فضائل الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم على ما ورد في دلائل الخيرات وما ورد على لسان الأنبياء والأولياء والصالحين وكما ورد على لسان الملائكة أن تكتب لنا يا رب فضائلها وعلى يا رب يا الله ما سميت على حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الفاتحة.